لم يعد مخيم جنين كما في السابق، وكأن زلزالا ضربه فدمر الكثير من مساكنه وقلب أحياء فيه رأسا على عقب كما يقول الأهالي. لكن لسان حالهم يقول لن ننكسر، ولما ننهزم، وإعادة البناء ليست بالأمر الصعب. في شارع السكة، أحد أبرز شوارع مخيم جنين، دمرت البنية التحتية بشكل كامل، وانقطعت الكهرباء ومياه الشرب والهواتف الأرضية، وبصعوبة يمكن السير مشيا على الأقدام. وعلى جانبات الشارع عشرات المركبات المدمرة تحولت إلى كومة من الحديد، وبيوت حرقت وأخرى دمرت جزئيا أو كليا. الدمار والركام في كل مكان، ومع الانتقال من حي إلى حي يبقى المشهد متكررا، حرق وقصف ومركبات مدمرة. ومع إعلان انتهاء العملية العسكرية بدأت تعود الحياة إلى شوارع المخيم، وعاد النازحون إلى بيوتهم يتفقدون ما تبقى من ممتلكاتهم. عشنا حالة هلع وحزن من قبل قوات الاحتلال، فاتت باستخدام الجرافات واستخدام الجنود والطيران إلى آخره، قامت تدمير البنية التحتية للمخيم بداية، ثم قاموا في تفتيش الدور من دار لدار. اتخذوا أول شيء هون في منطقتي بيت تكتني عسكرية قناصة، طبعا في كانوا في بيتي، قاموا بهدم الشبابيك وهدم الجدران إلى آخره. وطبعا الجنود كانوا متواجدين عندنا تحت، وقامت الجرافات بتخريب السيارات وإزاحتها من الشارع كما هو مبين عندكم هون. طبعا عيشة رعب وخوف، قالوا الواحد لو بده يخاف يعني على حاله، بده يخاف على أطفاله وعلى أمه وعلى سكان البيت، بده يخاف على جيرانه بشكل عام. يعني في طبعا رعب وخوف، لو أنت ما كنتش بتخاف شخصيا بدك تخاف على أولادك. تمام، اللي احنا شايفينه هذا الدمار كذا، ايش ممكن توصفه يعني؟ يعني لا يوصف، هذا تخريب مش دمار، يعني ما له وصف معين الا انه تخريب وتدمير فقط لا غير. اصحاب البيت هذا موجودين هون؟ لا مش موجودين.